دائرة بلدية الغدير في أمانة بغداد، جينا اليوم نساهم بهذه الوضعية أو هذا الوضع المأساوي اللي ما صاير يعني يمكن لأول مرة في بغداد. فاجينا بآلياتنا والجهد العدمة والضابط العالي، استنفرنا كل جهود البلدية من شفلات إلى حفار إلى نقار إلى لوريات، يعني إسناد للبلدية الكرادة، كذلك إسناد إلى كل المؤسسات هي اليوم طالعة استنفار. يعني إذا نشوف إحنا همين شيء حلو هذا، إنه من يصير شيء بالبلد كل المؤسسات تشترك، يعني ماكو مثلا بس أمانة بغداد أو وزارة الصحة، يفترض إنه لا، الداخلية، الاتحادية، الجيش، كلها مشتركة، جمعية الهلال الأحمر، الصحة، يعني فد الحمد لله والشكر، ونقول إنه بلكت عسى ولعل نقدر ننتشل هاي العوائل من جوا، عسى ولعل نقدر نطلع، ممكن باقين ثلاثة أربعة جوا، عسى ولعل نقدر نطلعهم، وبإذن الله نطلعهم. صباح يوم السبت المصادف 11 الساعة 10 صباحا حدث انهيار لبناية مؤلفة من 4 طوابق تم إشغالها من قبل مختبرات وعيادات طبية. هرعت فرق الدفاع المدني بحدود 20 فرقة للإنقاذ، مدعومة فريق البحث والإنقاذ العراقي وهو فريق دولي متخصص في عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك هناك فرق ساندة من آليات ثقيلة من قبل الحج الشعبي ودوائر البلدية كما تشاهدوها، واستطاعت فرقنا من إنقاذ بحدود 13 شخص كانوا تحت الإنقاذ في بداية الأمر، ومستمر عمليات البحث والإنقاذ عن أشخاص محصورين تحت الإنقاذ بحدود حسب ادعاء أهاليهم بحدود 3 أشخاص، وتستمر تعرف عمليات الإنقاذ تختلف عن بقية عمليات الإطفاء. عمليات الإنقاذ تحتاج إلى وقت طويل وإلى تخطيط وتنفيذ، كونها بناية منهارة من 4 طوابق وفيها أنقاض ثقيلة من كتل كونكريتية وشيش تسليح، فالعملية تستغرق بحدود يوم إلى يومين، وإن شاء الله نقدر ننقذ بقية العالقين تحت الإنقاذ.